إلى رفع قدرة الفاعلين الإنتاجيين بالمنطقة، نظمت الجمعية الإقليمية لصناعة الكسكس يوما دراسيا تحت عنوان الكسكس الخماسي، قيمته الغذائية ومعايير جودته. يوم دراسي بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والغرفة الفلاحية الجهوية والمجلس الإقليمي يتوخى تأهيل الفاعلات في مجال إنتاج الكسكس لتحسين الجودة وخلق شروط السلامة الغذائية للمنتوج. وفي المتابعة حافظ محضار غالي القرحي وابو جمعة الزاوي. نساء ينتسبن لتنظيمات محلية مختصة في إنتاج الكسكس استهدفهن هذا اليوم الدراسي الذي أوكل لخبراء في المجال لبسط سبل تثمين والرفع من قيمة ومعايير جودة هذه المادة الغذائية التي تعمل على تصنيعها عديد الهيئات التعاونية محليا. اليوم الدراسي هو حلقة ختامية لسلسلة من التكوينات. اليوم من خلال هذه الندوة الهدف الأول ديالنا هو احتكاك صانعات الكسكس بالإقليم بتجارب ناس خبراء وأساتذة من خارج على الصعيد الوطني. الهدف منها هو تأهيل وتقنين إنتاج الكسكس ورفع من المنتوج دياله، من أجل أن العيالات ديال الجمعية يكونوا مؤهلات من أجل ينخرطوا في وحدات الإنتاج والصناعة الكسكس بمواصفات السلامة الصحية. اليوم الدراسي هو جزء من برنامج مع جمعية الإقليمية صانعة الكسكس، فيه عندنا معهم مشروع كبير، فيه تجهيزات، فيه مواد أولية، فيه مطبوعات، فيه أكياس التلفيف، وفي نفس الوقت فيه حلقات تكوينية ومواضع تكوينية وتواصلية. هذا اليوم الحلقة الأخيرة من سلسلة التكوينات اللي مبرمجة، والخبراء اللي معنا اليوم هما في مجال التغذية، ومعنا مدير معهد التكوين في صناعة المطاحين باش ينعتوا لهذه التعاونيات اشنو هي القيمة الغذائية للمنتوج اللي مشتغلوا عليه، اشنو هما الطرق اللي خصهم يعتمدوها، اشنو هما المكونات اللي يلتهم يستعملوها. اليوم الدراسي يفعل آليات المواكبة والتعطير والتوجيه التي تعتمدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمرافقة الهيئات الانتاجية في هذا الحقل لضمان شروط السلامة الغذائية التي تنص عليها قوانين السلامة الصحية، وهو ما عمل عليه الخبراء عبر عدة محاور. المحاور الأساسية هي إعطاء نبذة حول معايير صناعة الكسكس باش تكون ملائمة للشروط المتوفرة واللي كتنص عليها القانون ديال السلامة الصحية. كذلك هناك دعم للتعاونيات باش يمكن يحسنوا من الجوده، خاصه الجوده التكنولوجيه للكسكس. هناك دعم عن طريق التكوين، وكذلك دعم عن طريق تحسيس صانعات الكسكس لمراعاه والاستجابه لهذه المعايير ديال الجوده. محطة دراسية إذا لتأهيل قدرات هؤلاء المنتجات سعيا لتحسين جودة منتوج الكسكس أساسا والرفع من قيمته.